افتتحت وزارة الثقافة مديرية الفنون الجميلة معرض الربيع السنوي لعام 2022 الفن التشكيلي في قلعة دمشق قاعة العرش. افتتاح معرض الربيع للفن التشكيلي وهو تجسيد لاحتضان وزارة الثقافة وسوريا بشكل عام لفنانين الشباب. عادة يكون هناك يعني ما يزيد عن 60 لوحة. هذه المرة توخينا بأن تكون الأعداد أقل، ولكن أن تكون النوعية لا أقول أحسن وإنما أكثر انتقائية. ستلاحظون بأنه المدارس فيها الكثير من الجدة من الحداثة، وهذا يساعد على انتقال الفنان من نمط اعتاد عليه إلى أنماط إبداعية أخرى، وهذا هو الإبداع في نهاية المطاف، التجديد والابتكار المستمر. المعرض تضمن لوحات إبداعية وبصرية من تصوير ونحت وجرافيك، بالإضافة إلى المشاريع التجريبية ومشاريع تركيبية. حبيت اليوم جسد باللوحة عن المرأة والحياة، حبيت تحط المرأة بهذا الشكل اللي هي جالسة فيه. طبعا هلا الحالة يعني اللي عم تعيشها المرأة السورية أو المرأة العربية ككل، فعم تعيش حالة هيك من الركود، فحبيت ارسمها بهي الطريقة. السنة قدمت عمل ذاتي متر بمتر، سميته طيارة ورق، لأنه بشكل عام الأحلام هي مثل طيارة الورق، بترميها بالهواء، فهي ما بتعرف الطيارة رح ترجع لك بحياة جديدة، برفيق جديد، ببلد جديد، بأي شيء ممكن تتوقعه. لوحتي العنوان هو تهريج، أقصد فيها المهرج، أنا بعتبر المهرج الرمز الأكثر وجودا للتعبير عن العمق الحقيقي، تمام؟ هو حقيقة الإنسان، هو الإنسان، هو الشخص اللي قادر إنه يعبر عن أشياء ومواضيع مهمة حقيقية على طريق هزل أو سخرية. الفن التشكيلي هو أحد الأركان الرئيسية للفنون في سوريا والعالم، وهو وسيلة تعبير حضارية عن الماضي والحاضر وفلسفات الحياة.